السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، معكم الأستاذ علاء الدين من بلاتفورم أجيت فيم أكاديمي. فوصلونا بزاف ديال الأسئلة، بطبيعة الحال قربوا لي كونكور دابا، الناس كتسجل، الناس كتسول على لي سوي المسائل. فبطبيعة الحال لي سوي راه مازالين لحد الآن ما بان حتى شي حاجة، إن شاء الله أي حاجة بانت راه غادي نوافيكم في الجديد في الباج ديالنا أجيت فيم أكاديمي على الفيسبوك وعلى الانستغرام، وايضا على الصفحه يعني الشخصيه ديالي علاء الدين عبيد باسي. انا هنا جيت في هذا الفيديو ما بغيتش نتكلم على لي سوي على المسائل، اللي داكشي كله غادي يجي مع الوقت. الاسئله اللي كيجوني هما كيفاش الاستاذ غادي مبريباريو الكونكور، سواء ميديسين ولا انصا ولا انصا ماده الفيزياء والكيمياء. انا كنظن الاستاذ زكريا بويشه فتكلم على الماده ديال الرياضيات وشرح لكم كيفاش غادي تتعاملوا معها. فكنجي دابا انا الماده ديال الفيزياء والكيمياء. اذا اول حاجه باش ما نطولش عليكم الفيديو، ماده الفيزياء والكيمياء اول حاجه خاصك دير هي انك تضبط الكالكول بلا ما تستعمل الاله الحاسبه، لان الاله الحاسبه ممنوعه في لي كونكور ما كايناش. اذا ما عندكش الحق تستعمل الاله الحاسبه، خاصك ترجع لهذوك لي تكنيك ديال الحساب الذهني ديال الكالكول مونطال، توحيد المقامات، القسمه، الضرب، الجمع، داكشي اللي تعلمناه في الابتدائي وداكشي اللي تعلمناه في الاعدادي ديال لي بويسونس، القوى، وكل شيء داكشي كله خاصنا نعاودو نضبطوه. اكثر من ذلك بالنسبه للكور، بالنسبه للكور كنسمع بزاف لي زاستيوس لي زاستيوس لي زاستيوس. اشنو هما هاد لي زاستيوس؟ لي زاستيوس راه ماشي شي حاجه اللي غنوريها لكم ديما غادا تحطوا هذا، لا، لي زاستيوس كيتسموا هما العلاقات الجاهزه. علاقه جاهزه وضع انك انت كنتي كتبرهن عليها في الدرس ديالك وفي ملي كنتي كتبريباري الوطني، وحتى في الوطني كانت كتطلب منك انك ديمونطريها. دابا لا، خاصك تولي يعني حافظها واخدها باش تخدم بيها وتجاوب على الاسئله ديالك، لان الوقت ما كافيش. مثلا جينا ناخذ هنايا هاد الامتحان ديال الميديسين، دونك هنايا نشوفوا هنايا هذا اس في تي. المهم هذا راه درت ليه تصحيح، راك غتلقاوه في لاشين يوتيوب اذا بغيتو تشوفوه. هنا عندكم الكومبوزون ان اس في تي 20 سؤال، فيزيك 20 سؤال، شيمي 20 سؤال، والمات حتى هو 20 سؤال. دونك كل سؤال منقط حسب درجة الصعوبة ديالو، الدوغري ديفيكولتي اي سون امبورطونس دون لو كادر دو ريفيرونس. يعني ما غاديش تلقى 20 سؤال كل سؤال ب 20، لا، ما كايناش هاد القضية هادي. وهنايا راه ما كاينش بالنسبة للميديسين، راه ما كاينش سيستم كندي، يعني واخا تغلط ما غاديش يحيدوا لك نقطة ولا شي حاجة بحال هكا. المهم الامتحان كامل فيه ثلاثة السوايع، اذا فيها الاس دي تي وفيها بي سي وفيها المات. يعني كل بحال انت كل مادة غدير فيها 45 دقيقة. الو 45 دقيقة يعني انك انت الا جلستي كديمونطري غضيع واحد 10 دقائق في ديمونستراسيون ديال سؤال واحد، وتلقى راسك باقي كتسناك 19 سؤال. وبالتالي هذوك لي زاسيوس اللي قلت لكم هما شي حوايج اللي خاصك تاخذهم جاهزين وتبدا تخدم بيه مزيان. اذا قلنا لي زاسيوس العلاقات الجاهزة، وايضا التمرن على وضعية ديال الامتحان والتمرن على انك تخدم بلا كالكولاتريس. دونك كما قلت لكم هذا المثال هذا قدامنا راه غادي تلقاوه في لاشين يوتيوب ديال اجيت فهم اكاديمي. راني صححت الفيزياء ديالو، صححت الكيمياء ديالو، صححت الامتحان ديال الانسا 2021، حتى هو راه غادي تلقاو في لاشين يوتيوب. اكثر من ذلك عندنا العرض ديالنا اللي كاين ديال لا بلاتفورم ديال بريباراسيون كونكور. بطبيعه الحال هذاك بريباراسيون كونكور كنجيو كنخدموا معاكم لي تكنيك دو كالكول وهذوك لي زاستيس اللي قلت لكم، وحتى لي كونكور بلون، لي كيسيون تيب كونكور، كلهم غادي يخدموا معاكم. مثلا يكفي انك تدخل هنايا الرابط ديال اجيت فهم اكاديمي ديال لا بلاتفورم، غادي تدخل هنايا غادي تكتب كلمه باك. اذا غتكتب كلمه باك غادي يطلع لك هنايا، غادي دير في لا ريشيرش. هنا كاين باك ديال ناسيونال، هذا سالينا منه. دونك كاين بريباراسيون كونكور، بريباراسيون انسا اللي انا ديرهم استاذ علاء الدين، ياك. غادخل هنا مثلا بريباراسيون ميديسين، مثلا غادخل هنايا كونكور ميديسين، فغادي تدخل غادي تلقى اول درس هنايا تقنيات الحساب. هذا ان شاء الله غنديروه لايف مع التلاميذ اللي تسجلوا عندنا، غادي نديروه في الزوم، غنخدمو، غادي نديرو بزاف ديال الامثله، غادي نديرو بزاف ديال الحالات، وفي الاخر راه غادي تسجل الحصه وغادي تبقى في لابلاتفورم. الناس اللي عاد غادي يتسجلوا ولا الناس اللي مفاتهم الحصه وبغاو يعاودوا يدخلوا، راه غادي يدخلوا هنايا استوس، غادي كليكي غيلقى الفيديو ديال الحصه كله باقي.
مثلا هنايا غادي ندخلو ان شاء الله، راه غادي نخدمو الكيمياء على لي كاتر غران شابيتر اللي كان في الكيمياء ديال هذا العام: الحركه الكيميائيه، التفاعلات الحمضيه القاعديه، ترانسفورماسيون اسيدو بازيك، الاعمده والتحليل الكهربائي، والكيمياء العضويه، لا شيمي اورغانيك. بالنسبه للفيزيك كاين الموجات، لي زوند، والتحولات النوويه، والالكتريسيتي، ولا ميكانيك. وبطبيعة الحال هنا كاينين لي زونسيان كونكور غادي نخدمو عليهم، وحتى دي كونكور بلون، دي سيميلاسيون دي كونكور بلون ان شاء الله راه غادي نخدمو عليهم. اللي غيقرب الامتحان في هذيك السيمانة الاخرى ان شاء الله راه غادي نخدمو عليهم مجموعين. اذا انت ملي كتدخل مثلا بديتي لي زوند، دونك غتدخل لي زوند، شنو غتلقاني موجد ليك هنايا؟ غادي تدخل غادي تلقى بانه كاين ملخص بي دي اف بالنسخه العربيه والنسخه الفرنسيه، لان الميدسين كيدوزو السلام عليكم العربيه ورحمة الله تعالى وبركاته، والفرنسيه. معكم الأستاذ علاء الدين من بلاتفورم أجيت فهم أكاديمي. إذا في إطار الاستعداد لي هنا كتدخل كتلقى لي فيديو ديال الاستعداد، هذوك لي زاسيوس اللي قلت لكم، ريزومي دو كور، وكيفاش كتعامل مع جميع انواع الاسئله. دونك انا كتلقاوني هنا موجد لكم كل شيء وشارحه لكم. المباريات وخاصة المباراة ديال كلية ملي كتدخل هنايا على حساب على متشارجة، طبيعة الحال هنا راه كاين هذا أو البي أول دي اف. نقطة تحركت من وسط الانتشار، وغالبا كناخذوها يعني عند أصل التواريخ عند تي تساوي الصفر، ملي تكون جميع النقط في حالة سكون. مقدمة الموجة هي اذا هادشي كامل وكتشوفوه هنايا، طبيعة الحال كتدخل كتلقى الريزومي ديالك راه اون بي دي اف، لو بغيتي تيليشارجيه وتطبعو يبقى عندك في الدار تخدم عليه، ها هو تا هو واجد. اكثر من ذلك ملي كتجيو هنا للاخر شنو كتلقاو؟ كتلقاو تمارين دو تيب كونكور، ها هما هنا انا غادي نوريهم ليكم في لافان ديال هاد الدوكيمون هذا. دونك كاع لي زاستوس ديال لي زوند هنا مثلا، ها هما لي زيكزارسيس تيب كونكور كتلقاهم هنايا، وهادو ان شاء الله غادي تصحو في دي لايف سيغ زوم، يعني نتوما غادي تكونوا حاضرين معايا بشكل مباشر في الحصه، صوت وصوره، وغادي نتفاعلوا كاملين، وغادي نجاوبوا على هاد لي زيكزارسيس هادو بعد ما غادي تكونوا شفتوا الفيديوهات ديال الدرس ودرتوا الملخصات ديالكم وكل شيء. دونك هنايا تيب كونكور غنخدموا على لي ميثود، على الطريقه اللي يعني تجاوب بسهوله على التمرين وما تغلطش وما تطيحش في الفخ ديال انك يعني تنسى شي حاجه، ولا راه مثلا الا درتي شي غلط راه غتلقى داك الجواب الغلط ديالك غتلقاه في الاقتراحات، وغتسحب راسك ان عندك صحيح. يعني ان شاء الله هادشي كله غادي نخدموا عليه. اذا راه كاينه المراجعه هنا والتقنيات بالفيديو هنايا بالنسبه للعربيه والفرنسيه كما قلت لكم الناس ديال الميدسين، ونفس الشيء بالنسبه للانسا حتى هي راه نفس الحاجه. اذا هذا كان يعني فيديو تفصيلي للطريقه ديال كيفاش تبريباري الكونكور ديال الانسا وديال الميدسين ان شاء الله، وبنتمنيتكم بالتوفيق والنجاح والقبول في هاد المدارس العليا ان شاء الله، وتمشيو ان شاء الله لابعد مدى ممكن. اذا كان معكم الاستاذ علاء الدين، وتحياتي، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.